السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وجولة جديدة من جولاتنا في اسطنبول. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا عايز اوريكم الاجواء موجودة. بصوا الامطار نازلة ازاي والشوارع كلها غرقانة. احنا في اخر شهر 8 2024. دي الاجواء في اسطنبول في اخر اسبوع من شهر 8. كل الاسبوع كان مطر وبرق ورعد زي ما انتم شايفين كده. هنا الاتراك ما بيهتموش بالمطر ولا بالتلج ولا اي حاجه، بينزلوا عادي في الجو ده. انا هستنى شويه بس عشان النهارده كان يوم السوق. بعد شويه بقى لقيت الجو حلو والشمس طلعت والدنيا حلوت. ده جو اسطنبول بقى، شويه مطر وشويه تلج وشويه هوا وشويه شمس في اليوم. ممكن تلاقوا الاربع فصول موجوده في نفس اليوم ده. اليوم ده كان بيوافق يوم الاربع، ويوم الاربع عندنا بازار. بازار يعني سوق تركي، هو بيكون اشهر واكبر البازارات موجوده في اسطنبول، وناس كتير بتجيله من اماكن بعيده، لان سوق الاربع في منطقه الفاتح بيكون مليان مليان ما شاء الله في كل حاجه. اما لقيت الشمس طلعت بقى والجو حلو وكده، هنزل بقى اروح السوق. والجميل هنا اهو، بصوا اسد قاعد قدام العمار، اسد. الناس اللي حابه تطمن عليه اهو كويس وبخير وبصحه جيده. كنت حكيت قصته قبل كده في فيديو شورت، والفيديو ما شاء الله عدى 100,000 مشاهده، وده دليل على ان الناس لسه عندها رحمه وعندها رأفه وبالحيوان واهتموا لامره. لما نزلت الفيديو قلت ان البلديه جت اخدته ومش عارفين هيجي ولا لا، وكان حوار كده وغيبوه اسبوع وبعدين رجع تاني، بس كان راجع خاسس كده ودبلان، يعني كان خايف ولا بقى ما كانش بياكل، مش عارفه بصراحه ايه اللي حصل، بس هم رجعوه يعني لما لقوا منه ضرر. المدرسة دي بقى بصوا بيجددوها، دي المدرسة اللي كان فيها بناتي بيجددوها، لان اي مدرسة بيظبطوها كويس جدا، لان الله اكبر ربنا يحفظنا ويحفظكم في زلزال جاي على اسطنبول، فهم بيتحذروا او بيخلوا بالهم يعني من الحاجات دي. اي بناية قديمة بيوقعوها وبيبنوها تاني، والمدارس بيعملوا لها تجديد وصيانة عشان الزلزال. ربنا يسترها يا رب علينا وعليكم. كده احنا بدأنا السوق بقى. الفاصوليا الحمراء دي ب50، والفاصوليا الخضراء برضو زيها. هنا بقى الجولة ايه؟ كراشيكي على اي رأي الاتراك، يعني مشكلة يعني ده مع ده، الخضار والفاكهة مع اللبس. واوريكم الاجواء بتاعت السوق. الوقت ده كانت الساعة 6، واحنا عندنا المغرب بيأذن الساعة 8:15، فكان قبل المغرب بساعتين تقريبا. فالبياعين ابتدوا يشيلوا، في منهم ابتدوا يشيلوا ما عدا الخضار والفاكهة، هو اللي بيطول شوية، لكن هتشوفوا دلوقتي ابتدوا يلموا حاجتهم. هم على الساعة 7 بيبتدوا يصفروا الامن المسؤول عن السوق، بحيث ان هم ينبهوهم يعني ان هم يوقفوا البيع والشراء، وبعد كده لو ما لموش حاجتهم بيعملوا بيطفوا النور، وبعد كده بيبتدوا يعملوا لهم جزاء بقى، اللي ما بيلتزمش بيعملوا له جزاء. دي لبس المدارس. طبعا احنا خلاص اخر شهر 8، فالمدارس قربت في 9 تقريبا، بس مش عارفه كام 9. نزلوها بقى في السوق وكده. لسه الملابس الصيفي موجوده في السوق، وبس نزلوا جزء شتوي منها. كمل لكم بقى حكايه البياعين اللي ما بيلتزمش ساعه ما بيصفروا وبعد كده يطفوا النور، بيبتدوا بعد كده يعملوا لهم جزاء، يا اما بيدفعوا فلوس يا اما الاسبوع اللي بعديه ما يفرشوش، بتلاقوا المكان بتاعهم فاضي ومحوطين عليه كده ان هو ده عنده جزاء، يعني مش هيفرش الاسبوع ده. ولازم في كياس كبيره كده بيوزعوها عليهم برده الصبح عشان كل واحد يلم الزباله وينظف حواليه. بعد كده البلديه بقى بتيجي تكنس الشارع كله ما شاء الله. بصوا بيخلوه زي القشطه، ما فيش ساعه زمن، بيبقى نظيف جدا. وعربيات بتيجي بعد كده تغسل الشوارع وترشها، وبيكون كأن لم يكن، ما كانش فيه السوق ده كله. والخضار والفاكهه طبعا بيبقى فيه بهدله وحاجات زي كده، فكله بينضف، فلازم يلتزموا بالنظافه ويلتزموا بمواعيد القفل والفتح. هنا تشكيله بقى من عند الراجل ده من الفوط وادوات المطبخ. حبيت برضه اوريكم فكره كده، بس ما سالتش بصراحه عن الاسعار. وفي قطم ملايات بقى ومفارش وكده، حاجات خاصه بالبيت والعرايس والحاجات الحلوه دي. اهو اللي قدامنا ده كده مفرش، وهنا مخدات وحاجات كده. دي كفرات بقى بتاعه الموبايل، وبيبيعوا برضو سماعات والشواحن، اي حاجه خاصه بالموبايل. بصوا كله جنب بعضه، بس في مكان بقى زي ما هنبدا كده من اول هنا كله خضار وفاكهه مع بعض. هنا الفلفل والكوسه، هنا الفلفل الاخضر ده ب30 ليرة الكيلو. الكيلو الناس عشان تحسب بالليرة يا جماعة، الليرة بجنيه ونص مصري، لو حد حابب يعرف الأسعار ازاي بالمصري. هنا الجبنة دي ب200 ليرة، يعني لو هتحسبوها بالمصري يبقى ب300 جنيه. طبعا تشكيلة الزيتون من أول 100 120، في ب80 اهو، بس مش هيكون قد كده. التين طبعا البرشومي ب60 ليرة الكيلو اهو.
وريتكم الفيديو اللي فات ان التين كان على الشجر شكله جميل قوي، بس يعني ما حدش بياخده، يعني بيفضل يقع كده وبيفضل يلزق في الارض ما حدش بيلمه. يعني انا فاصوليا بقى عندهم خضرة والحمرة دي، وكتير بيطبخوا الفاصوليا الحمرة دي، احنا عندنا في مصر مش كتير. والفلفل الاحمر بقى والفلفل الاخضر وفي فلفل الحامي، دي الاسعار اهي زي ما انتم شايفينها 25 35، في اغلى من كده كمان، في اسعار كتيرة نزلت، بالذات سعر الليمون نزل يا ولاد. الليمون كان بتمانين ليرة ووصل لمية ليرة، بقى بعشرين، بقى بعشرة، الحمد لله رخص، عشان يمكن الشتاء هنا التين ده بتمانين، عشان يمكن الشتاء قرب فالليمون بيطلع مع البرتقال بيكون رخيص في وقت الشتاء يعني، لكن في الصيف بيكون غالي. هنا فاصوليا خضرة دي بتلاتين، الخيار بقى تقريبا برضو بتلاتين او بخمسة وتلاتين، هنا الواحدة بخمسين، وهنا الواحدة كانت بخمسين برضو الشمامة دي. الخضرة هنا كانت بخمسة، انا اشتريتها بخمسة بس مش عارفة هنا بكام، نشوف كده بخمسة اهو زي ما قلت لكم. كان في كزبرة، صعب ان احنا نلاقي الكزبرة دايما في السوق، وبتكون سعرها اغلى من الشبت والبقدونس مش عارفة ليه، بس كان كله الاسبوع ده كله سعر بعضه. وده السلق، بيبيعوا السلق بالربطة كبيرة كده او بالكيلو، والاتراك برضو بيعملوا محشي اساسي يعني عنده. ده تشكيلة التوابل بقى كلها، اهي بيقف الراجل ده دايما في المكان ده، اعشاب وتوابل، ده صابون. هنا الدرة الخمسة، الخمسة بخمسين، الكوز بعشرة ليرة، احنا كنا بناخد الكوز ده قبل كده بليرة. هنا بتاع السمك كان خلص ما شاء الله، كان خلص ما عندوش ولا سمكية، يعني اللي واقفين شنطهم اهي واخدين حاجة خلاص، هو كده خلص، وكانت الساعة ستة ما شاء الله. ربنا يرزق يا رب، كل واحد يتعب على حاجته ويوسع الناس جميعا. هنا العنب الاحمر بتلاتين، وهنا الاصفر او الاخضر باربعين، ودي خمسة وعشرين، دي حاجة عاملة زي كمثرى كده بس مش كمثرى، بيسموها ايفا. وبقى الطماطم بقى والخيار، هنا بوريكوا الزحمة، الساعة ستة دي بيكون السوق زحمة. انا عامة بقالي كذا اسبوع بنزل الصبح، بيكون الجو رايق وبقدر امشي براحتي وكده، بس بتكون الاسعار اعلى بشوية. يعني لما بنزل الصبح مثلا ممكن اجيب كيلو التفاح بخمسة وتلاتين، اخر النهار ممكن يبقى بخمسة وعشرين او بعشرين على حسب البياعين. هنا الموز بخمسين ليرة، وهنا المشروم بمية وعشرين، والطبق ده كان بخمسين. الفلفل ده بقى بص عامل زي الخيار ولا عامل زي البلح معرفش، هو اجي يعني حراق او حامي، والسعر مكتوب عليه. هنا الفلفل ده بخمسة وعشرين، واللي زيه التاني ده بخمسة وعشرين، ولكن الحامي ده تقريبا باربعين. هنا التين برشومي عند ده بخمسين. هنا بقى انا بصيت في السوق كده زي كل الستات، اللفه اللي انتوا عارفينها كل مره، وبعد كده ابتديت اخد الخضره بقى من الراجل ده اللي هو قلت لكم بخمسه، اي حزمه عنده. فاخدت النعناع اساسي طبعا، النعناع ده في البيت بيبقى جميل وحلو، واللي خدت شبت وبقدونس وكزبره، كل ربطه بخمسه يبقى عشرين. جيت اخد جرجير، كان حاطط الجرجير برده الحزمه بخمسه بس كانش حلو خالص، مش عارفه الاخر بقى ولا ايه. اهي حزمة الحاجة، انا سمعت ان الحزمة صغيرة جدا في مصر وغالية بعشرة جنيه مثلا وكام عود كده، حتى شفت ناس حاطين عود واحد، دي الخمسين ليرة يبقى اوريها لكم. وفي مية ليرة لونها ازرق. هنا الليمون ده اخدته منه بعشرة، مع اني كان عندي ليمون في البيت، بس طبعا البيت ما بيستغناش عن الليمون. هناخد بقى من الكوسه دي، كنت عايزه شويه بس صغيرين، عايزه حاولت انقي الصغير منه، وهاخدها حوالي نص كيلو عشان شوربه الخضار. برضو ده بتاع توابل وجنزبيل اهو، دي صلصه الطماطم وصلصه الفلفل. ستات البيوت بقى الاتراك اللي ما شاء الله عليهم كبار في السن بيعملوا بقى الحاجات دي، بيقعدوا بيها في السوق. هنا الراجل ده بضاعته غاليه اورجانيك، يعني كل حاجه من غير مبيدات من غير حاجه، يعني طبيعيه كده، بس عنده بقى الحاجة يعني ممكن تلاقوا الحاجة بره بخمسين هو عنده بمية، فبيكون الحاجة عنده غالية لكن طازة يعني وطبيعية من غير مبيدات من غير حاجة، عنده كل شوية في سبت كده زي ما انتم شايفين، ما عندوش كمية كبيرة. وفي تشكيلة الشباشب دي، بصوا بقى ابتدت الشباشب الشتوي تطلع اهي. الشتا هنا صعب جدا جدا بجد. هنا الزيتون 140، 200 كده. الجبنة طبعا انواع كتيرة من الجبن هنا عندهم، اساسي في الفطار التركي لازم الجبن، تشكيلة كبيرة. هنا الطماطم اخدنا من عند ده بكام بقى، ب 12 ونص باين،
ولغايه هنا هتكون جولتنا في السوق التركي خلصت. حبيت اوريكم الاجواء بتكون ازاي في السوق اخر النهار، والخضار والفاكهه والاسعار الجديده وكده. يا رب الجوله تكون عجبتكم وما اكونش ضيفه تقيله عليكم. وبشكركم جدا 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 على تعليقاتكم الحلوه ليا ولايكاتكم الجميله، وبشكر كل الناس اللي اشتركوا جديد في القناه، نورتوني وشرفتوني واسعدتوني. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، واشوفكم فيديو جاي. سلام عليكم.